سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين. مرحبا. في سوريين رغم غيابهم الطويل عن بلدهم الأم سوريا، وقت شافوا الوجع السوري كبير ما قدروا إلا يوقفوا مع أهلهم السوريين باللي بيقدروا عليه، سواء كان ماديا أو معنويا. وفي سوريين وظفوا مواهبهم الفنية ليوصلوا من خلالها صوت السوريين. اليوم عم نحكي عن مبادرة وميض يلي أطلقوها شابين سوريين عايشين بفرنسا من زمان كتير وحاملين جنسية الفرنسية. هن المغنين الهيب هوب طرافة زهلول وريمي داهي اللي بيشتغل بمجال أعمال خيرية. المبادرة بتهدف لمساعدة اللاجئين السوريين ودعمهم، وخاصة اليافعين منهم، من خلال موسيقى الهيب هوب المعروفة بأنها بتحاكي لغة الشارع وبتعبر كلماتها عن اللي عم بدور بالمجتمع وبتركز على معاناة الشباب. وكمان كانت من أهداف المبادرة ونشاطاتها تعليم الشباب 3 أشكال مختلفة من الفن واللي هي مرتبطة ببعضها: كتابة كلمات الأغاني، إنتاج الموسيقى من خلال استخدام الكمبيوتر، تصوير مقاطع الفيديو بطريقة متقنة، وأخيراً إخراج القطعة الفنية أو المنتج النهائي على أرض الواقع بعد 10 أيام من التدريب بشكل متقن. هاي المبادرة اللي انطلقت من أحد المراكز المهتمة بالأنشطة الثقافية بالأردن انشغل عليها مثل ما حكينا مع اللاجئين السوريين من فئة اليافعين، على اعتبار أن المراهقين هن الفئة الأكثر تأثير وتأثر بالأوضاع الصعبة للحرب والنزوح بظل عدم تلبية احتياجاتهم النفسية والاجتماعية. أما عن المبادرين، فطرفة ما كانت هاي المبادرة هي أول نشاط له لدعم اللاجئين، لأنه أطلق قبل هيك عمل فني بعنوان أمل اتضمن مجموعة أغاني هيب هوب، وكان ريح العمل ومبيعاته لمساعدة اللاجئين السوريين. بس من خلال مبادرة وميض فكر طرفة أنه يقدم أكثر من هيك، من خلال إتاحة الفرصة للشباب والصبايا لتقديم وإنتاج عمل هيب هوب خاص فيهم بيروا من خلاله قصتهم. لقيت المبادرة إقبال كتير كبير من قبل الفئة المستهدفة، واستقبل المركز عدد كبير من الشباب والصبايا من أصحاب المواهب، وهذا بدوره انعكس بشكل واضح على تفاعلهم أثناء ورشات العمل من خلال التزامهم بالمواعيد واستمراريتهم وتفاعلهم. أما الخطوة اللي بعدها فهي فيلم وثائقي رح يشتغلوه على إنجازه المبادرين بعد انتهاء الورشات، يحكوا فيه عن مشروع وميض والطاقات اللي فجر عند الشباب السوريين لحتى يوصل صوتهم للعالم ويسلط الضوء على إنجازاتهم. بالنسبة للدعم المادي، تبنت هذا المشروع عدة جهات ومؤسسات، وهذا دليل على أنه كل واحد فينا بيقدر يقدم، مو شرط اللي يقدمه يكون شيء مادي، حتى الموهبة فينا نستثمرها لتكون وسيلة دعم ومساندة لأهلنا السوريين لنكون إلهم سوريين لبعض. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين.